يا شيخ انا احس انك مسرق نعالدي. اكيد ذي ايش زي هذه؟ شوف هذه لها اخت. هذه لها اخت بس هذه لها بنت عم. يا شيخ كبرها طيب؟ اقل منها بسنتين. ابو كنعان وش فيك؟ انت صاحي انت؟ يعني في احد يلبس نعال 26 والثاني 28؟ ما يصلح. وحدات ما وحدات. الحين فهمت علي انت. هذه طيب غريبه، هذه فيها خشبه، ليش؟ هذه لها استعمالات كثيره. وهي بعض الحريم اذا زعلوا على اللي حولهم يمكن تفلق زوجه ولا. يا ساتر. لا لا يا اخوي وش فالك فالك؟ يلا هلا حياك الله، كيف حالك؟ يلا حي شرفتنا. اسفرت وين ورك؟ يبارك فيك. معقول معقول الحين انت تاركنا المحلات ذيك كلها والقهوه وجاي عند والله هذا ابو كنعان كل عزك الله نعله لها قصه. هذه ما لها اخت، هذه لها اخت بس اصغر منها. أيه. هذه تصقع بها غريب. لا 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 يهمك لا يهمك، جوجل خلا برجك على المحلات. الله يبارك فرصه طيبه. اصبر 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 يا هلا حياك الله حياك الله. عشان عبود قال هالكلام هذا وهي في حكمه تقول يعيبون صانع الحذاء وهم لا يستطيعون يمشوا حفاتا. والله ما يستطيعون يمشوا حفاتا. يقول قال ايش قال الحذاء؟ الحق على المواعين يا ولد، الحق يا ولد على المواعين. قدور قدور خلنا نشوف هالمحل يا عبود. حياك هذا طال عمرك محل المواعين، هذا افضل محل مواعين عندنا بسوقنا ما شاء الله. السلام عليكم. طال عمرك. يلا حيه. وش هالزين وش هالزين؟ هذا اللي يصلح للرز هذا؟ هذه صحون اصليه طال عمرك، جايبينها من بلد المنشا. ما شاء الله. زينه للكيك، هذه تحط فيها الكيك طال عمرك وتلمه لم. لا للرز، للرز زين بعد. لا لا ما تصلح للرز هذه، الله يهديك. هذه للكيك، هذه ما تشوف اطوال لها جدار طويل، هذه لها جدار طويل للكيك. والله انا اشتهي اني اكل الرز في هذه. يعني كيف على كيفك؟ عجيب عجيب من على كيفك. الرز تحطه في هذا، تاكله في هذا، تاكله في هذا الرز، الله يهديك. بس طيب شوف ولا ايه. ولا اجيب لك من هذا. شوف وين خلي بس. لا جمال انت ولا جمالي يا ابو جابر؟ خلنا نقعد عند هذا يا رب، نقعد عند اجل. اذا خلصت جولتكم مر علينا. حياك ورك ورك ورك. حياك يا مرحبا. هالكبار ذي وش هي؟ هذه هذا ليمون حدج مطحن، ليمون اسود بس انه صاير ابيض من البطل. ما شاء الله. ينفع لكل شيء، للتخسيس. اوه هو دواء رقم واحد. والله سعد الحوت سعد الحوت سعد الحوت سعد الحوت شاب من اشهر الاغنياء. غني يعني بيستفيد منه يعني. والبرتقالي هذا وشو؟ برتقالي اورنج قصدي. هذا عدس. هذا زين طال عمرك، يستخدمونه بديل للحوم. هذا لحوم الفقراء. زين نجيك بعدين، نجيك ان شاء الله بعدين بعدين مرة. والله اني داري انك ما انت بشاري، بس حق السؤال ولشت خابركم. ما شاء الله 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 الله. يا هلا حياك الله يا شيخ سعد. يا مرحبا. ايش الجماليات هذه؟ وش هالشغل؟ حياك وش الله. وش هاللمسات اللي من اروع واجمل ما يكون؟ الله يسلمك ويبارك فيك. حياك الله. معك ابو سالم صاحب سلسله قهوه السعاده بالعالم كله. في العالم كله؟ في العالم كله. ما شاء الله. ومعك عبود الباريستا حق هذه القهوه الغير محترم. الله تفضل تفضل حياك الله يا استاذ سعد تفضل. والله هنيكم ما شاء الله، اجواء جميله وشيء يفتح النفس. الله. وتذكرونا بالماضي العريق ما الله شاء الله. الله يسلمك. انا يا استاذ سعد كبير السوق هذا كله. ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم انا كبير السوق وصاحب القهوه. ما شاء الله. حياك الله. اكيد. وهذا عبود صبي عندي. ما هو بصبي لا تفشلنا. باريستا بالعادة والله وجههم غسلهم مرقة بس اليوم مستحي. حياك الله. لا والله ونعم كلكم كلكم ونعم ما شاء الله. الله يسلمك. أهنيكم وما شاء الله تبارك الله. أقول يا شيخ سعد بس لو تسمح لي أخذ معك سيلفي. أبد أبد. أمر أمر أمر. الساعة المباركة وفي الخدمة. سامح. ونعين ونعاود. هذا طال عمرك. وإنا قاعدين. استلم استلم. أيوه. هذا الاخ سعد الحوت يتشرف بالتصوير معه. الله يحييك. سلسلة مطاعم. سلامات. لحظة تاريخية. لا لا لا
ما عليك هو ما مسكي ما هو سمح لك طبيعي عندهم معليش معليش في مرض انت ولا وش قصك؟ لا لا الحمد لله ما في شيء بس خجلا ورهبة لا يا لا لا ما فيك الا العافيه ما شاء الله الحمد لله حيلك ان شاء الله شربت ماء وشويت وطبت اي الحمد لله لا شربت من الماء اللي هنا هذا حق غسول الكاسات يشرب لا 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 الأغمية عليه شرب منهم يشرب الماء حق الغسول يطيب يطيب على طول إيه مدمن ومتعود هو يعني عين ولا سبحان الله ما شاء الله كل شيء عين ما يصلح كذا الله يهديه هو يعني يحب دول اسمع زي لنا شاهي مضبوط لعمك أستاذ سعد الحوت الله يبارك فيك يستاهل الحوت الله يبارك فيك والله أنا السوق عجبني إيه سوقكم هذا يفوز الله يسلمك وشاهيكم لذيذ لذاذة الله يطول شغل شغل يعني غير كذا ما شفت الله يحييك اي والله عبود شوف شوف ابو غازي وجابر شابون راح راح يلا راح يلا يلا بسرعه السوق هذا عندي انه ايش يعني كيوت لا خل وش رايك وش رايك انا بالقهوه الحين وخدمات والشاي خل السوق انا اقول لك كيوت يا سلام كيوت كيوت شيء ما حصل والله انت اللي كيوت يا استاذ سعد الله يسلمك لذيذ لذاذة